معك في مدينة طبيب الذي في ثوبي وهو الذي تكون مخرجاتها من مستوى جامعة نيسان المؤتمر العلمي الطبي الدولي الأول برعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم عبود المحترم. يشارك في هذا المؤتمر عديد من العلماء العراقيين والعرب والأجانب. نسعى من خلال هذه المؤتمرات التواصل مع الباحثين في مختلف أنحاء العالم لتطوير الواقع الصحي في محافظة نيسان وفي العراق عموما. قدمت أوراق بحث وبحوث متعددة ممتازة جدا إن شاء الله سيتم تقييمها خلال هذا المؤتمر. نسعى من خلال المؤتمر تقييم توصيات تساعد في حل وتطوير الواقع الصحي في المحافظة وفي هذا المؤتمر إلى ترسيخ البحث العلمي من أجل تقديم أفضل خدمات طبية ونوعيات متقدمة. يحتوي المؤتمر على عدة بحوث من داخل المحافظة ومن خارج المحافظة وكذلك بحوث من خارج العراق من أجل تسليط الضوء على مناطق الضعف في الخدمة الصحية من أجل توجيه الموارد البشرية والمالية من أجل معالجتها وتصحيحها وكذلك إدامة مناطق نقاط القوة من أجل الوصول إلى خدمة تليق بمواطن الميسان العزيز. بكلمة السيد رئيس المؤتمر